مساء الفل والخير والنور والأمل وكل حاجة حلوة على حضراتكم مشاهدينا، كل مشاهدي قناة سي تي في في مصر والعالم ومشاهدي برنامج في النور. يتجدد معكم اللقاء اليومي في حلقة الحد 25 فبراير 2024. أخبار الأسعار إيه؟ كل الأسعار في السوق، وأخبار معاناة الناس مع الأسعار إيه؟ أنا ليه بسأل؟ لأن زي ما الدولار بينهار بسرعة وشايفينه وبيدللوا عليه وبيصوتوا عليه، مفروض الأسعار تنهار بنفس القوة عشان نبقى واقعيين. على الأقل يكون في ثبات ونزول، ما يكونش في طلوع، لأن كل الحجج اللي كانوا بيتحججوا بيها وبتتقال وعلى رأسها طبعا الدولار في أي حاجة، حتى اللي ملوش علاقة بالدولار من قريب أو من بعيد، أصل الدولار أنت مش شايف الدولار النهاردة بكام؟ طب أنتوا شايفين الدولار النهاردة بكام؟ طب الأسعار النهاردة إيه؟ خلونا أتكلم مع حضراتكم وأكد إن من وقت إعلان الصفقة وإحنا بنسمع أرقام في السوق السوداء والسوق الموازية لسعر العملة لم نكن نسمعها من شهور طويلة، لكن المواطن المصري محتاج إنه يشعر بهذا النزول في السلع اللي بيشتريها، من أول الرغيف الغير مدعم طبعا، مرورا بالخضروات والفاكهة، ألبان، بيض، لبن، لحوم، أسماك. نتكلم النهاردة عن الأسماك في حلقة فقرة قوية جدا. يعني اللي أنا عارفه واللي أنا عايز أقوله لبعض الناس، طبعا كل المشاهدين لهم هذه الرسالة، بس بعض الناس لهم رسائل خاصة. الدولة مجهزة خطة من العيار التقيل لضبط السوق في رمضان وبعد رمضان، وبعد رمضان كمان أقوى من رمضان. بالبلدي كده، أي حد محتكر أي حاجة ومخزن أي حاجة عشان يحصل نقص في السوق وعشان تحصل مشكلة في السوق وعشان نقطر كده البضاعة في السوق للناس زي ما بالقطرة كده بتنزل نقط نقط نقط، هيشربها. زي مين؟ زي ما بتوع السوق السوداء بيشربوا الدولار دلوقتي، عايزين نديهم مية كمان عشان يبلعوا، عشان اللي عملوه في الناس وفي البلد دي ما كانش قليل. نوع تاني من الضبط والربط هيكون في الأسواق وفي الشارع المصري، اللي فات ولا حاجة قدام اللي جاي. مفيش تاجر هيحتجر سلعة، مفيش سلعة هتنقص من منافذ الدولة، لأن احنا فعليا وعلى أرض الواقع ما عندناش نقص في السلع، لكن عندنا إيه؟ عندنا استغلال، عندنا احتكار، عندنا فن صناعة أزمات. ناس كده بتتفندن إزاي نخلي الناس تقول أي، إزاي نخلي الناس على آخرها. أنا بنصحكم نصيحة أخوية، وأنا راجل في المجال ده بقالي سنين وعارف أنا بقول إيه، وزي ما أي صحفي أو أي إعلامي ليه مصادره وأنا ليا مصادري، محدش يحتكر سلعة. ليه؟ عشان مش هيعرف يبيعها، عشان اللي هيحتكره النهاردة هيلاقي السعر نزل في السوق، هتبيعها بكام؟ اشتري وشيل وخزن. في حبس؟ آه. في غرامات؟ آه. محدش هيخزن من دلوقتي، ومن فضلكم زي ما احنا بنقول للتجار محدش يعمل الكلام ده، برضو بنقول للناس سلوكياتنا احنا كمستهلكين ما نشجعش حد على الكلام ده. النهاردة في توجيهات من الدولة بإفراجات جمركية كبيرة جدا في السلع الغذائية وفي الأعلاف، وده هيعود على الشارع بانخفاض تدريجي وكبير في الأسعار. هيبتدي بقى مع المواسم، ولو تفتكروا حضراتكم الكلمة اللي بقى لي أسبوعين بقولها، 11 مارس بدء شهر رمضان و11 مارس بدء الصوم الكبير، وهذه المواسم ربنا يعيدها علينا يا رب بالخير، هي أوقات صناعة أزمات في الأسواق. لن تسمح الدولة المصرية بصناعة أزمة في الأسواق رمضان أو بعد رمضان. هتشتري حاجة وتخزنها عشان تبيعها بالغالي، انت حر، بس تحمل النتيجة والمسؤولية. وانا بقول الكلام ده وهو على عهدة الراوي، ولقد اعذر من انصر. انا النهاردة كمان من ضمن الحاجات اللي انا بتابعها على السوشيال ميديا قبل ما اطلع هوا، لقيت حد من الاصدقاء منزل سلعة في ثلاثة سوبر ماركت في نفس المنطقة بثلاث اسعار، بتتأرجح تمن هذه السلعة، مش هقول هي ايه ولا ماركتها ايه، من 49 جنيه ل 53 جنيه ل 60 جنيه في ثلاثة سوبر ماركت في نفس المنطقة. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده الجشع، هو ده الاستغلال، هو ده المتاجرة باحتياجات الناس. فيعني خلونا بس ايه يعني نقول كده ايه الكلمتين، اللي عايز يسمعهم يسمعهم، اللي مش عايز يسمعهم يسمعهم، وهو حر. طيب النهاردة
وقبل ما نبتدي معاكم يعني الفقرات الإخبارية بتاعتنا، عايزين نقول سؤال الحلقة اللي حابب أسمع فيه أراء حضراتكم. هل تتوقع استمرار انخفاض في أسعار السلع في الفترة المقبلة؟ قول لنا، قول لنا إيه اللي رصدته النهاردة؟ هل في انخفاض؟ هل في ناس زودت؟ هل في ناس ثبتت؟ في كل السلع، من الحاجة بمجنيه ده إذا كان في حاجة لسه بجنيه، للحاجة بقى اللي إيه إلى يعني ما شاء الله يعني. فمن فضلكم حابين نسمع إجابات حضراتكم مشاهدينا الأعزاء على صفحة القناة سي تي في إيجيبت وعلى صورة البرنامج في النور قدام حضراتكم، حابين نشوف ونتواصل معاكم، لأن احنا بناخد كلامنا كله من شغلنا في الإعداد والتجهيز للحلقة ومن كلام حضراتكم واللي حضراتكم بتوصلوه لنا. النهاردة في انهيار في أسعار السلع الغذائية بعد تراجع الدولار. شهدت أسعار السلع الغذائية والمواد الغذائية في الأسواق انهيار في أسعارها بدرجة كبيرة جدا جدا جدا، ده بعد طبعا الإعلان عن الصفقة بتاعت منطقة رأس الحكمة وكم الدولارات اللي هيدخل مصر والكلام ده كله. يعني شايفين كده مؤشرات بتبتدي تسمع في السوق مع الناس شوية شوية. أسعار السلع والمواد الغذائية اللي تراجعت اليوم واللي تم رصدها بعد هذه الصفقة، تعالوا ناخد نماذج منها. سعر اللحمة البتلو نزل 24 جنيه بقى 396 بعد ما كان 420، وهو انخفاض قد لا يرضي البعض طبعا، ولكنه انخفاض في وقت ما كان فيه ثبات وكان فيه صعود. تراجع سعر الجبن الأبيض ووصل ل 135 جنيه للكيلو بنسبة انخفاض تقريبا 6 جنيه. سعر الكيلو الجبن الرومي 236 جنيه بانخفاض 14 جنيه الكيلو. طبعا كل الأسعار اللي أنا بقولها دي بالكيلو. كيلو الجبنة الإسطنبولي 139 جنيه بانخفاض تقريبا 5 جنيه ونص. الجبنة الشيدر 248 بانخفاض 30 جنيه. أسعار الفراخ بقى، يعني خلونا برضو أنواع الجبن، مش كل الناس بتجيب كل أنواع الجبن، اللي يهم الناس بقى الفراخ. النهاردة الفراخ مسجلة 98 جنيه ونص ونزلت 5 جنيه بعد ما كانت 105 و110. بعد الإفراجات عن العلف هتنزل لل 90 لل 80 لل 70 لل 60، مش بتوع السنين اللي فاتوا، بتوع الأسبوعين الشهرين اللي فات، الشهر اللي فات. بلاش يعني مش عايزين نبعد، خلينا نشوف بقى إيه اللي هيحصل بعد هذه الإفراجات الجمركية. تعالوا بقى نشوف في العرض المعلوماتي اللي هنعرضه على حضراتكم باقي الأسعار. وحابب كمان إن أنا أكد على حضراتكم كل تجربة لكم مع الأسعار كل يوم قولوها لنا، حتى لو بعيدة عن السؤال تواصلوا معنا، كل كلمة وكل تعليق بتبعتوه حضراتكم وكل اتصال بتتصلوا بيه بينا مقدر جدا، متواصلين معاكم، بناخد أخبارنا منكم زي ما احنا بنجهزها وبنتعب عشان نجيب لكم الحقيقة. تعالوا نشوف أسعار السلع ونرجع مرة تاني. الكلام ده واحنا لسه بنقول يا هادي ما كملناش 3 ايام شايفين تراجعات. النهارده كمان كان في اجتماع مهم عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه توفير بقى التمويل المطلوب من النقد الاجنبي للسلع الاستراتيجيه والادويه، الادويه اللي كان عندنا ازمه في الحاجات اللي داخله في صناعتها وفي حتى دخول الحاجات اللي هي جايه من بره. ده كان بحضور الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتور علي المصلحي وزير التموين، السيد القصير وزير الزراعه، واللواء هشام مندور مدير اداره الانتاج بجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه.
صرح المستشار أو المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية في السوق، التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للأسعار بقى والحاجات اللي هي مفروض نازلة. أنا عايز أقف قدام كلمة بقى جت في التصريح كنا بنتكلم فيها بقالنا كتير. المتحدث الرسمي قال أن محافظ البنك المركزي أكد خلال هذا الاجتماع وجود أجندة أولويات يتم العمل في إطارها. ولو تفتكروا حضراتكم إحنا أكدنا هنا في البرنامج أكتر من مرة لازم إحنا كدولة وكمجتمع وكأفراد يكون عندنا في وقت الأزمات أولويات. فالنهاردة الدولة لما هيبقى فيه إفراجات وهيبقى فيه توفر لبعض مصادر النقد الأجنبي لازم تراعى الأولويات الأهم فالمهم فالمهم عشان الدنيا تمشي وعشان حاجات معينة لما بتمشي بتجر وتسحب وراها حاجات تانية. وأكد أن الاجتماع استعرض التقارير عن الحاجات اللي موجودة في الجمارك من الأعلاف أو الحاجات اللي هي داخلة في الصناعات أو مستلزمات الإنتاج أو الحاجات اللي هي كل كان بيقول لك يا الجمرك يا متأخرة يا ما فيش دولار يا الكلام ده كله، كل الحاجات دي تم استعراضها في هذا الاجتماع علشان الحاجات تدخل وعشان العجلة تدور. والعجلة لما بتدور بانتظام وبضوابط احنا بقى بنحس تدريجيا، مش النزولات الطفيفة دي، مفروض نحس بنزول اكبر واكتر في الاسعار. خلونا نفهم ونعرف تفاصيل اكتر حول هذا الخبر. بيشرفنا ان يكون معنا على التليفون المهندس مات بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. باشمهندس مات اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء الفل على حضرتك باشمهندس متى. النهارده اجتماع مهم وتوجيهات من الدوله وحركه ابتدت تتم بعد اللي احنا شفناه خلال الايام الماضيه بيصاحبها نزول في بعض الاسعار، كيف تفسر وكيف ترى حضرتك هذه المرحله؟ واحنا عارفين وبناكد طبعا ان احنا لسه مجرد في اطار الاخبار، لسه فيش حاجه تمت على الارض، ولكن خليني افهم من حضرتك اكتر انعكاسات ده على السوق. بص، هو طبعا احنا عندنا ثقه كبيره ان الفلوس اللي هتيجي من اخواتنا الاماراتيين بخصوص مشروع الصفقه الاخيره هيتم توزيعها بمنتهى العدل. احنا كلنا بنقول ان في اولويات. انا كمستورد بعاني بقالي اكثر من سنتين، مهما برضه حصل انفراجه انا بقول ان الاولويه للاكل والشرب والمنتجات والبضائع اللي في المخزون. تمام. الاجتماع النهارده كلها ان دوله مجلس الوزراء بيبص على البضائع بالمواد عشان خاطر البديل ليها اولويه، دي حاجه فخاره. احنا كمستوردين بنستورد منتجات تمت الصنع متعشمين ان احنا دورنا يكون قريب. بمعنى ايه؟ ان احنا برضه عندنا بضائع وعندنا اعتمادات متاخره، لكن واجبنا الوطني ان احنا نستنى ان يطلع الانفراج على الاكل والشرب، ولو هي طلعت ده يدينا طمانينه ان احنا دورنا قرب. تمام. طبعا انت عارف ان شهر رمضان اقرب جدا قدامنا تقريبا اسبوعين. تمام. بالتالي المهم فالاهم. احنا ما عندناش مانع ان احنا نستنى تاني، لكن ما مش عايزين نستنى اكتر من كده، زي ما احنا مستوردين وواجبنا الوطني بيحسنا ان احنا نستنى دورنا بعد كل السنتين دول، لو في فلوس جت احنا عندنا يعني ثقة كبيرة بالحكومة، ثقة كبيرة بالبنك المركزي ان هو يكون عادل وفير في توزيع. أيوة. الفلوس اللي هتيجي. تمام. عشان دورنا يكون قريب عشان المواطن يحس فعلا ان فعلا في نزول في الاسعار وفي توفر للسلع خارج السلع الاستراتيجية خارج الاكل والشرب. تمام يا باشمهندس. باشمهندس متى تتفق معايا ان احنا محتاجين سياسات متابعة ورقابة قوية في هذه المرحلة تتماشى وتكون على التوازي مع هذه الأولويات بتاعة الدولة علشان ما نديش فرصة للبعض، لأن برضو الناس بتتفنن في صناعة الأزمات لا قدر الله لو حصلت أزمة، محتاجين يد قوية من الأجهزة الرقابية؟ طبعا احنا محتاجين يد رقابية على الـ على البنوك. محتاجين رد قوة ورقابة صارمة على المعارض على توفير السلع. النهاردة جات كان في اجتماع لقينا ان سعر الفول وسعر الرز ينزل، لكن احنا لو احنا استمرينا على الرقابه واستمرينا ان احنا اشتغلنا على ان احنا عندنا ازمه ولازم كلنا نقف مع بعض في الازمه، انا بقول لحضرتك يعني هنحس بفرقه اكتر وهنحس ان فعلا في انفراجه اكتر، والحكومه هتكون نجحت في سياستها والحكومه هتكون نجحت ان هي نزلت الاسعار وقفت مع التجار والمصنعين والمستوردين معا. تمام. باشمهندس متح، احنا لسه عندنا ازمه في ان الناس بتخاف انها تبلغ لما تعرف ان في واحد جشع او مستغل او مخزن، ولا يعني الازمات اللي احنا مرينا بيها ادت الناس قوه وشجاعه اكتر عشان تكتر وتدعم عمل الاجهزه الرقابيه؟
بص انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. كلام سياده الرئيس لما قال ان احنا لازم نغير من سيادتنا انا بضم صوته لصوته، ومن برنامج حضرتك بقول لك وبلغ كل الساده المشاهدين ان فعلا احنا لازم نقتصد. احنا في ازمه خلاص. الازمه دي لازم نعرف قوتنا ولازم نعرف امكانياتنا ولازم نغير من سلوكنا. لازم نغير من سلوكنا بالذات في القوى الشرائيه، عشان خاطر احنا لو غيرنا من نفسنا احنا هنوفر اكتر والسلع تكون موجوده، وبالتالي مش هتلاقي ان يكون في تاجر جشع. هو التاجر الجشع ده لو حس ان كلنا بنتهافت على حاجته عمره ما هيعرف ينزل. واحنا لو ما اشتكيناش وقلنا لا فلان الفلاني بيستغل الاسعار وفلان الفلاني امين، احنا لازم نوجه بعض يا فندم. خلي بالك احنا في ازمه حرفيا، والازمه دي ابتدت تتحل حته بحته. الحكومه كفت توفت، الحكومه عملت اللي عليها، احنا كمان نعمل اللي علينا ونشوف. احنا مع بعضينا اهو، احنا كلنا يا فندم في مركب واحد. هي دي القصه اللي لازم الناس تكون مقتنعه بيها. مش جاست ان احنا اتحلت البضاعه توفرت بالاسواق يبقى ننزل برضه ما نغيرش من نفسنا، لا احنا برضه مش عارفين اللي جاي فيه ايه. طيب الفلوس دي جت وخلصت، ايوه هنقول ايه؟ يا ريت اللي جرى مكان. لا احنا نعمل اللي علينا زي ما الحكومه عملت اللي علينا. يعني حضرتك تقصد ان فكره التكالب على شراء السلع ده بيشجع التاجر انه يخزن ويشيل. انا في موقف يمكن انا شفته وحابب برضه اخد رايك فيه. انا مره بشتري حاجه للبيت ومن يعني محل بيبيع بيض بس، فلقيت واحده بتقول له انا عايز اشيل 4-5 كراتين عشان رمضان، واحنا عارفين ان البيض كمان تخزينه ما بيبقاش طازه يعني. ففكره ان الناس تشيل وتخزن وتحط ده بتشجع التاجر اكتر واكتر انه يزود لانه شغال وبيبيع، صح الكلام ده؟ كلام حضرتك مظبوط 100%. هي دلوقتي عايزه تشتري حاجه، نازله تشتري حاجه البيت، انا بقول لحضرتك جابت 4-5 كراتين بكام؟ مش اقل من 900 جنيه. طب انت فين بقيه الميزانيه؟ عشان لو احنا قلنا بقى نقتصد، فين الميزانيه الباقيه للحمه؟ فين الميزانيه الباقيه للفراخ؟ فين الميزانيه الباقيه للجبن والخضار والفاكهه؟ انت حطيتي دلوقتي حضرتك 900 جنيه في بيض بس. لكن لو انت كنت خدت كرتونه واحده ولما تخلص تجيبي تاني، انت ما خدتيش من نايب بقيه الميزانيات، وبالتالي انت ميزانيه الشهر او ميزانيه التزاماتك تجاه رمضان او غير رمضان كبيره جدا. والبيض متوفر يا فندم، الفراخ متوفره، مفيش حاجه مش موجوده، كله موجود، لكن احنا اللي بايدينا يعني نخليه متوفر غالي او نخليه متوفر رخيص. نتفق مع بعض على دي يا باشمهندس متى، ان الرقابه والسلوكيات مكملين لبعض. باشمهندس متى بشاي رئيس لجنه التجاره الداخليه بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاريه، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الرقابه والمتابعه في الاخر، الرقابه القويه والمتابعه زائد سلوكياتنا في الابلاغ والتعامل مع اي جشع ومستغل بقوه بيخافوا. لما نبقى كلنا مع بعض، الارقام قدام حضراتكم على الشاشه، من فضلكم ياخدها سايفها عندك على الموبايل، يا اما جنبيك قلم اكتبها يا سيدي. جرب، هتخسر ايه؟ ما انت كده كده بتجيب بالغالي او ما بتجيبش. ما تجرب تعمل حاجه، نزق نساعد بعضينا، نمسك بايدين بعض. انا عايز برضه اتكلم في حاجه يا جماعه النهارده على التموين والرقابه على التموين. بتجيلنا شكاوي كتير، السكر مش موجود في التموين، ابو 27 تروح يقول لك خد 2، طب انا ليا 4 على التموين من ابو 13 يقول لك مفيش، ويقول لك تعالى بعد الظهر، تعالى بكره، والكلام اصبح ان السلع، وطبعا الرز طالع، احنا بنتكلم على الثلاث سلع الاستراتيجيه للمواطن اللي بياخد دعم تمويني، زيت وسكر ورز. الرز خلاص طلع بره القصه بقاله كام فتره. طيب انا النهارده السلع اللي بتنزل لي لكل مجمع استهلاكي بكل شركات المجمعات الاستهلاكيه والبدال التموين، المفروض في سيستم، المفروض في جهاز عنده بتضرب فيه البطاقه يخصم من اللي عنده. هل في ثغرات بيتحرك فيها البعض عشان ابواب خلفيه يتسرب سكر؟ بلغوا بقى. هل شفت سكر بيطلع من الجمعيه او من عند بتاع التموين؟ اقف وشوف وارصد، ما تخافش يا جماعه، ما تخافوش وبلغ. ولو لقيت ان اللي انت بلغته ما اهتمش بلغ اللي اكبر منه، صدقوني ده اللي بيحرك الدنيا. لكن السلبيات والسكوت والخوف بيخلي الناس دي، انا اسف في الكلمه اللي انا هقولها سامحوني، يعني تبيع وتشتري فينا. واحنا مش محتملين، كلنا كل المصريين مش محتملين حد يستغلنا او يبيع ويشتري فينا، حتى سلع التموين والسلع اللي بره التموين. يجي بقى ليه صندوق النقد النهارده السيد جهاد أزعور
المدير الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كان ليه تصريحات مهمة على إحدى الوسائل الإعلامية. قال كده تحديدا يعني في عنوان كده ومنشط رئيسي في التصريحات: استثمار الإمارات بمصر مهم لكنه غير مرتبط بمباحثاتنا مع القاهرة، وهو رأيه له كل الاحترام والتقدير. وقال إن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، برضو الرجل بيوضح، مشيرا لأن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والتانية تمت قبل حرب غزة، وبالتأكيد أن مصر من الدول اللي تأثرت اقتصاديا بحرب غزة. أضاف بقى في المقابلة بتاعته أن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم لكنه غير مرتبط بالمباحثات مع صندوق النقد. تمام، هو بيتكلم على صندوق النقد، لكن أنا كدولة مصرية وكقيادة مصرية وكحكومة مصرية أنا ليا بقى توجهاتي ما بين اللي أنا بعمله كدولة، أنا بتكلم على الدولة، ما بين اللي أنا بعمله مع صندوق النقد وما بين اللي أنا بعمله مع دولة الإمارات وكيان إماراتي وما بين اللي أنا عمله مع كيانات أخرى. هو يقول تصريحاته في إطار المباحثات واللي هو بيتكلم عنها، يحتمل كلامه بقى الصح الخطأ دي مشكلته هو. وتابع وقال: مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على الاقتصاد المصري، التضخم بقى والحاجات الأحداث والسياسة والكلام ده كله، دي تصريحات جهاد أزعور اللي هو مسؤول صندوق النقد في الشرق الأوسط. تمام، خلي بالكم برضو أن صندوق النقد فيه جزء من تصريحاته سياسية، وإحنا كدولة زي ما بقول لحضراتكم إحنا لينا توجهاتنا، وإحنا كدولة عديد بنتفاوض مع صندوق النقد، هو ليه أو صندوق النقد أنا آسف يعني بالدال، هو ليه توجهاته وليه تصريحاته وليه سياسات تحترم، وأنا كدولة ليا اللي أنا عايز أقوله. الموائمات بقى بين هذا وذاك دي قصة الدولة المصرية، دي قصة الحكومة المصرية، دي قصة المسؤولين عن الماليات داخل مصر، السيد محافظ البنك المركزي، السيد وزير المالية طبعا بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والجهات المسؤولة عن الكلام ده كله. فيعني برضو أنا ليه بقول لحضراتكم كده، لأن أحيانا بعض التصريحات تزعج البعض ويشوفها أنها مش عارف إيه، كل واحد بيتكلم في ضوء مسؤوليته، ولكن الواقع على الأرض شيء تاني. فالنهاردة إحنا بنتكلم الدنيا كلها مرتبطة ببعضيها، واللي عايز يبين لك الفلوس دي مش عارف هتتكلم في إيه. وطبعا إحنا ما فيش عندنا أكتر على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا وبعض القنوات والمحطات المغرضة يعني أكتر من الخبرة والإفتاءات والهبد والكلام، فتسمع ده يقول لك كلمة وده يقول لك كلمة، أصل مش عارف إيه، أصل إيه. من فضلكم أنا بس بفرق بين العديد من التصريحات، بين تصريحات مسؤولين هو على مسؤوليته وعلى عهدة الراوي، وبين تصرفات وتوجهات حكومة، وبين ناس بقى بتهبد على السوشيال ميديا كل واحد عامل لي نفسه مفكر ومصدح، أصل الفلوس دي هتروح فين، أنت مش بتاعتك، أنت ليك أنك تلاقي الحاجة موجودة ومتوفرة. الإفتاءات بقى والتوجهات يعني الله يستركم، إحنا مش في وقت بقى توجهات وإفتاءات، وما لومش عليهم، ألوم على اللي يسمحهم، ألوم على اللي يديله يعني يديله ودان يسمع الكلام ده ويعلق يعني وعايز أقول إيه ويتفاعل معه ويصدقها ويجود وينشر. هو ده الكلام اللي هو أنا أقصده وعنيه في هذه المسألة تحديدا وفي كل الأخبار اللي بنسمعها. الشهر ده الأيام دي بيمر سنتين على الحرب الروسية الأوكرانية، احنا طلعنا من الكورونا على اثار التضخم بتاع الكورونا على الحرب الروسيه الاوكرانيه ومشكله سلاسل الامداد والتموين. مشكله الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي بيعاني منها العالم بقاله سنتين وبيدفع ثمنها، بيدفع ثمن تاثيراتها المباشره والغير مباشره. كل الكلام ده كله تعالوا بقى نعرف الوضع هناك، عشان احنا بقالنا فتره مشغولين بغزه ومش بنتابع الاخبار دي. الـ 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 الوضع على ارض المعركه، العمليات هديت، وطبعا بعد نفاذ المعدات الجانب الاوكراني ما عندوش نفس المعدات والذخيره والامدادات اللي كانت بتجيله من الاول، لان دعم الولايات المتحده الامريكيه تحول الى اسرائيل بشكل غير مباشر في حربها مع غزه من السابع من اكتوبر الماضي. ايضا كان رفض مجلس النواب الامريكي لدعم كييف بمبلغ 60 مليار دولار اثر على موقف القوات الاوكرانيه. وجف التمويل لأوكرانيا استمر في نفس الوقت تدريب القوات الأوكرانية، فلازالت أمريكا بتدرب 1500 طيار أوكراني في ألمانيا، والطيارين الأوكران على طائرات المقاتلة
F-16 ده تمام وما بيعملوا، لكن كتجهيزات وتركيز بنفس القوة اللي كنا سمعينها من الشهور اللي فاتت الوضع اختلف على الأرض. تعالوا نشوف روسيا بقى بعد السنتين ايه الدنيا بالنسبة لروسيا. روسيا بتكلم عن الأربع أقاليم اللي بتسميهم الأقاليم الشرعية اللي هي لوهانسك ودونستك وزاباروجيا وخيرسون، إن واجب عليها حماية هذه الأقاليم الشرعية. ومن هنا بنشوف ان الهدف بإضعاف روسيا لم يتحقق لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاقتصادي، وزادت القدرات دي بس، بل كانت الخسائر الأوكرانية على الأرض أكتر بكتير من اللي احنا بنشوفه من تحقيق أي مكاسب بالنسبة لهم. للتعليق على هذا الخبر بيشرفنا ان احنا يكون معنا الدكتور اسلام نجم الدين الباحث في الشؤون السياسية، نعرف منه بقى اكتر حول هذا الوضع في كييف والحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها وتأثيرها هذه الايام. دكتور اسلام اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. الاوضاع هناك والتأثيرات والكلام على اختلف عن الشهور الماضية والفترة الماضية، كلمنا اكتر دكتور عن هذا الوضع سواء من الجانب الاوكراني او من الجانب الروسي. خلينا نقول ان خلال العام الاخير او خلال الخمسة اشهر الاخرة دخلت معادلة جديدة، وهي معادلة الصراع الاسرائيلي الحمساوي او الصدام في قطاع غزة على مسار الحرب الاوكرانية الروسية. اصبحت هناك امدادات من الاسلحة الامريكية تذهب طائرة الى اسرائيل من اجل مواجهة العمليات العسكرية في اسرائيل. تمام. وده اثر على التدفقات العسكرية الامريكية الو طلع القرار الامريكي لانه تعهد لزلنسكي والفئه الحاكمه في اوكرانيا ان هو يحافظ على الامداد العسكري ليهم، وهذا الامر ده صنع خطوره. النقطه الثانيه ان اوروبا لم تعد لديها من الامكانيات الاقتصاديه وحدها دون الولايات المتحده لهذا الامر. الامر الثاني ان المصانع الامريكيه للذخيره والاسلحه اصبح عندها عجز كبير في التصنيع وحاجه لذات المجهود، وده هيرفع على الاقتصاد الامريكي كمان نفسه مشكله. بدل ان صانع القرار الامريكي في الكونجرس وفي بعض الدوائر اللوبيات تتحدث انه لماذا نرهق نفسنا في حرب غزه وفي حرب اوكرانيا والمواطن الامريكي يعاني من تدني الخدمات. دي كلها اسقط قوه على روسيا. في الناحيه الثانيه روسيا نفسها بدات تطور العمليات العسكريه وتستفيد من الاخطاء السابقه التي حدثت لها على ارض الميدان، وتستخدم بعض المسيرات الايرانيه، وبعض الاخبار الامريكيه تقول ان هناك صواريخ باليستيه كوريا الشماليه. ده اكثر القدرات العسكريه الروسيه. النقطه الرابعه ان بوتين اثبت لشعبه انه قادر على المستوى البعيد لاداره صراع قوي، وده خلى بوتين نفسه يكتسب شعبيه. أيوه. وده اللي ما كانتش عايزاه الولايات المتحده اللي في الدبير بوتين اصلا. ايوه. فاذا تغير المعادلات في تلك المنطقه صنع تغير استراتيجي تستطيع روسيا ان تنال منه مساحات افضل واسرع. دكتور اسلام تتفق معايا ان ممكن مع نهايه 24 والانتخابات الامريكيه ومطلع 25 يختلف المشهد تماما على الصراع الروسي الاوكراني او ينتهي؟ اذا جاء ترامب للسلطه او احد من اليمين العاقل سيتم ايقاف الصراع. مشكله جو بايدن انه اغلق كل الابواب الاتصال مع بوتين، بل انه سماه بلفظ خارج لم يعتد عليه في الخارج الامريكيه. وده خلى الصراع بينهم شخصي. للاسف انه بايدن انزلق الصراع الشخصي، وفي الامور السياسيه لازم الدوله مع الولايات المتحده تغلق الخط الاحمر مع روسيا. من المعروف انه في اشد لحظات التوتر في الازمه الكوبيه كان هناك خط احمر بين الاداره الامريكيه والاداره الروسيه، حتى لو لم يقل على مستوى الرؤساء. لتلافي اي تصعيد. فانا شايف ان الولايات المتحده في حاجه انها تفكر في فكره العداءات لروسيا، هذا التصريح المستفز للروس. حتى كلامه عن مقتل نباتال اللي هو المعارض الروسي، الكلام لا يليق بدوله زي الولايات المتحده ان تفكر في فرض عقوبات على روسيا، وفي عقوبات اكثر من هذا. يعني هل هذه بلطجه امريكيه جديده ضد واحده من اكبر القوى النوويه الخمسه في العالم؟ امر غير منطقي. دعنا نرى من هنا لحد الانتخابات الامريكيه دكتور اسلام التطورات هتسفر عن ايه وتاثير ده وانعكاساته على المشاكل اللي كان بيعاني منها العالم. دكتور اسلام نجم الدين الباحث في العلوم السياسيه، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا. حضرتك يا فندم شكرا ليك يا فندم. زي بقول لحضراتكم بدأ الاستعداد، وطبعا من شهر ثلاثة أكتر لحد شهر نوفمبر حتى وقت الانتخابات، وهذا الصراع الأمريكي قد تخفت معاه أثار وتبعات هذه الحرب، وقد تنتهي هذه الحرب بنتيجة الانتخابات اللي لسه مش عارفين الوضع هي إيه، لأن في تكهنات هنا وهنا وتحركات هنا وهنا. ولكن بالتأكيد
أن هذه الانتخابات ستكون عامل مؤثر في هذا الصراع الذي أرهق العالم وكان بداية الأزمات التي تعاني منها كل الدول في كل السلع والأسعار والخدمات والشحن وسلاسل البدء والتموين والحبوب والقمح وي 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 وكل القصص اللي احنا بقالنا سنتين بالتمام والكمال عمالين نسمع فيها. نتمنى أن ينتهي هذا الصراع كما نتمنى أن تنتهي كل الصراعات. الأرصاد أمطار ورياح وشبورة، يعني لو حبينا نحط عنوان للي هيجي أو حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وده طبعا مش كلامنا، ده كلام الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الست أيام اللي جاية ما بين أمطار في بعض المناطق ما بين رياح وما بين شبورة. وإذا كنا بنتكلم على أمطار ورياح وشبورة فدايما بنأكد وبنقول لأكتر فئة من المواطنين بتنزل الصبح بدري طريقها في طريق سفر، حتى لو طريق ضواحي داخل القاهرة الكبرى وضواحيها، وولادنا اللي بينزلوا المدارس بدري، المحافظات الساحلية اللي بتتعرض أكتر لأمطار، هم برضو بيبقوا عارفين قضية إن هم يتعاملوا معها، ولكن هذه التغيرات ممكن أنت تكون مدي أمان، ده امبارح كان دافي فبكرة مش عارف هيبقى، تبص تلاقي الدنيا ساقت فدخلنا في أدوار برد، وأدوار البرد اليومين دول يا جماعة للكبار وللصغيرين صعبة. فالأرصاد توقعت أن تتأثر حالة الطقس خلال الست أيام اللي جاية بعدد من الظواهر الجوية أبرزها سقوط الأمطار و نشاط الرياح. وقالت هيئة الأرصاد أنه يوم الاثنين هيسود حالة الطقس من الرابعة فجر اليوم حتى التاسعة صباحا شبورة مائية، بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المؤدية لمناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، شمال الصعيد، يعني أغلب الطرق هيبقى عليها ده يبقى يستدعي مننا إيه؟ بيستدعي مننا الحذر لقائدي السيارات، لقائدي الحافلات سواء الميني باص أو الأوتوبيس، لقائدي النقل، السرعات الجنونية وعدم الالتزام بالحارات المرورية وعدم الالتزام بقواعد المرور. هو أنا لو ملتزم بالحارة المرورية وبالسرعة حتى لو في ظروف معينة وعربيتي مؤمنة، يعني فراملها مظبوطة، كشافات الشبورة لو فيها كشافات شبورة، المساحات بتاعة الإزاز، لكن لو أنتوا حضراتكم تفتكروا لا قدر الله وربنا ما يجيب حاجة وحشة، أغلب الحوادث اللي بتحصل بتحصل من الأسباب اللي أنا بقولها، يعني يبقى في شبورة وتلاقي ناس بتجري، ما فيش مساحات، الفرامل فيها مشكلة، زي ما احنا الحوادث اللي احنا شفناها كذا مرة اتكررت رغم جمال وروعة طريق مصر اسكندرية الصحراوي زيه زي طرق كتير، ولكن ما زالت تحدث عليه هذه الحوادث. ليه؟ لما بيجوا يحللوا بيلاقوا ان الاسباب منحصرة في هذا الكلام. فالارصاد الجوية، وبصراحة جماعة خلوني برضو اكد على حاجة نقولها وهي ليست مجاملة لهيئة الارصاد الجوية، كنا زمان من سنين طويلة لما بنسمع بنلاقي هيئة الارصاد بتقول لنا حاجة والواقع حاجة تانية، بقالنا سنوات عديدة بصراحة هيئة الارصاد وكأنها يعني بتقول بالظبط وهيحصل كذا والساعة كذا وبتاع، ده مجهود علماء ودكاترة جوه الهيئة طبعا طورت نفسها بأجهزة جديدة. فالمهم ان احنا سواء من خلال القنوات او البرامج اللي زينا او وسائل الاعلام المختلفة او حتى موقع هيئة الارصاد الجوية ان احنا نتابع الكلام ده صحيا ومروريا وسلامة لكل ولادنا علشان الطرق والسفر رايح مدارس رايح مصانع اللي كل الكلام ده مهم جدا جدا جدا. دي كانت اخبارنا النهاردة ودي كانت الفقرة الإخبارية الأولى. عندنا فقرة، إحنا معنا تليفون؟ طيب بعد كده هنتنقل بقى للموضوعات اللي إحنا هنتكلم عنها النهاردة. إحنا عندنا موضوع رئيسي عن بروتين الغلابة، طبعا الناس الكبيرة عارفة إيه هو بروتين الغلابة. زمان لما كان البيت عفوا برضو البيت مؤثر علينا، يعني لما كان البيت ما يبقاش فيه أكل فراخ أو لحم يقولك إحنا هناكل سمك، يعني نجيب سمك. ليه؟ السمك رخيص وفي انواع كتير ويعني تقدر تقلي تشوي تعمل ما فيهوش مشكله يسد مع الكبير والصغير وطعمه حلو واكله جميل. النهارده اكله السمك او مشكله انك تجيب اكل السمك في البيت بقت صعبه، يعني بقت اسعار مضروبه في خمسه وفي سته وبنحاول نشوف لها مبررات. عشان كده عندنا فقره مهمه قوي النهارده هنتكلم فيها عن الثروه السمكيه، مشاكلها، اللي بيتطور فيها، اللي حصل فيها، كام ده كله، دي هتبقى الفقرة الأخيرة معي. لكن قبل بقى ما نروح
الثروة السمكية محتاجين نتناقش بقى، هل المواطن المصري شعر أو حس أو شايف بانخفاض في أسعار السلع الغذائية في الأيام اللي فاتت تحديدا من يوم الجمعة لحد النهاردة؟ إحنا سجلنا بعض الحاجات وشفنا بعض الحاجات والناس كتبت لنا، وهنتكلم مع حضراتكم في اللي الناس قالوه. خلونا بقى نتكلم أكتر مع ضيفنا اللي مشرفنا على الهاتف، الأستاذ السيد زغلول أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية. أهلا بيك فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك فندم. طبعا احنا عارفين ان عشان يحصل انخفاض في الاسواق ده بيستتبعه اجراءات كتير قوي، ولكن خليني ااكد معاك يا استاذ سيد ان احنا يعني مجرد ما بيتقال خبر ايجابي او زي ما بيتقال خبر سلبي فالدنيا بتطلع فوق، ما بيتقال خبر ايجابي بياخد الدنيا لتحت شويه. من واقع خبره حضرتك والرصد للاسواق، هل هيحدث او حدث انخفاضات مؤثره في الاسواق خلال 48 ساعه الماضيه وحتى الان؟ طبعا اكيد 100% انه الاسعار بدات حتى في السوق بدات تنزل شويه في الفتره اللي فاتت، زي ما قلت حضرتك اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول نتيجه اقامه معارض اهلا رمضان دي، يمكن على مستوى الجمهوريه في عده معارض مقامه وفيها سلع كويسة جدا. السلع اللي بتمش المواطن فعلا، السلع الأساسية والاستراتيجية والسلع اللي بتهم المواطن البسيط، خاصة السكر والرز والمكرونة والزيت والسمنة. يعني أنا بكلم حضرتك وأنا في المعرض حاليا، في معرض العمرانية اللي هو معرض الجيزة الرئيسي. يعني تمام، الناس طالعة مبسوطة. ادينا نماذج يا أستاذ سيد، ادينا نماذج، يعني نماذج استرشاديه لبعض الاسعار دون ذكر اسماء منتجات يعني، ولكن اسعار استرشاديه عشان نطمن الناس اكتر. شوف حضرتك المعرض 100% فيه اسعار بتقل عن بره ما يخرج من 20 ل 25% وفي 15% وفي 30%. انا شايف واحد عارض من شويه بعض السلع فيها 40% من العطاره وال يعني 40% حاجه رمضان وكده. يعني طب اخبار السكر ايه؟ ب 27. اخبار السكر ايه؟ في سكر ب 27 جنيه والناس بتيجي وبتاخد سكر وفي كنترول عليه؟ يعني في رقابه وتسلم، وفي رقابه طبعا على ايد التمويل، الناس بتستلم السكر من مشرف التمويل نفسهم والقائمين على المعرض بطريقه محترمه، بطابور حريق نساء، طابور رجال، اللي بياخد يدخل من باب ويطلع من باب، يعني حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام، في هدوء وفي سكون ومفيش اي مشكله خالص. تمام استاذ سيد، خليني اتكلم مع حضرتك النهارده، هل من المتوقع ان يبقى الانخفاض ده يعني لما يجي يحصل بقى نتيجه الافراجات الجمركيه والنزول في اسعار العمله الصعب، ايه اكتر سلع تنزل او الناس تحس بالهبوط في أسعارها أكتر ويأتي بعدها السلع الأقل يعني أو الأقل طلبا؟ يعني أنا شايف بصفة عامة بصراحة يعني غالبية الأسعار بدأت تنزل من أسبوع، من ساعة الانفراجة والحدث الكبير اللي هي صفقة رأس الحكمة، اللي هي الصفقة الاقتصادية الأقوى في مصر، اللي جات نتاجة للشراكة المصرية الإماراتية وعلى أرض مصرية، وهي بالتاكيد ستنعش خزانه الدوله وتدفع الجنيه المصري للاستقرار. طبعا، وطبعا بطبيعه الحال انه الهدف منها هو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري الى جانب ايجاد فرص عمل واشياء اخرى كثيره. الكلام ده يعني المشروع ده تباعا هيبقى فيه حاجات كويسه جدا هتنعكس على المواطن البسيط وهتدفع يعني هترفع من معدلات الاستثمار. تمام يا استاذ، خليني وحاجات كتير قوي، خليني برضو اروح مع حضرتك ومش عايز اضيع فرصه ان حضرتك متواجد جوه المعرض وناخد يعني الناس كلها عايزه تشيل، يعني كل سنه وحضرتك طيب، رمضان وعندنا الصوم الكبير طيب. والناس عايزه تشتري حاجتها. الرز اخباره ايه؟ سعره ايه؟ الرز كويس جدا، بس الرز الحمد لله يعني بيبدا من 30 ل 36. طب كويس، 30 ده سعر مناسب يعني مش 34 ومش 35. طبعا. طيب الزيوت الزيوت سواء بتاعه الطهي او بتاعه الاليه، هل اسعارها مناسبه للناس؟ مناسبه جدا، احنا عندنا من الشركات الكبيره، مش عايز اذكر اسماء لا لا بلاش اسماء عشان الدعايه، في متناول الناس اللي جايه تاخد
من مسمى معرض يعني ارخص من بره من بنسبه 15% 20%. طيب بخبره حضرتك انا برضو لازم يعني زي ما بيقول المثل اللي اتنفخ من الشوربه بينفخ في الزبادي. هل هناك رقابه حتى لا يتسلل الى هذه المعارض بعض التجار او صبيانهم او اطفال تسحب السلع دي؟ على فكرة. دي اهم نقطه، ده مهم جدا. احنا اللي القائم على المعرض ده الغرفه التجاريه للجيزه، كل يعني غالبيه موظفي الغرفه يعني كميه كبيره الناس واقفين حاكمين الجزئيه دي، وفي ناس يعني معنيين مسؤولين عن الكلام ده، بوابات محكمه من الاخر اي حاجه تدخل للمواطن البطيء فقط. الناس بتسال على المواعيد يا استاذ بتاعه المعارض من كام لكام الو ومعرض العمرانيه مكانه فين؟ بتجيلنا تساؤلات واحنا على الهواء. مكان المعرض مواعيده المعرض العمرانيه ده المعرض الرئيسي لمحافظه الجيزه اللي كان دائما يقام في شارع فيصل في ارض المطاحن، بعد حاليا في شارع ترعه الزمر العمرانيه، يعني يعتبر شارع ترعة الزمر في قلب الجيزة، برضو مكان قريب الناس كلها تعرف توصل. وسط المدينة، يعتبر وسط مدينة الجيزة، الهرم يعني والجيزة وفيصل وبولاء الدكرور والطلبية والجيزة وبولاء الدكرور ومبابة ومبابة طبعا وكل مدينة الجيزة. طيب خليني برضو أسأل حضرتك، القرار اللي المفروض يبقى من أول ثلاثة بتاع التسعير بتاع الـ كل سلعة يبقى عليها تسعيرها، احنا عندنا القرار ده، عندنا افراجات جمركية، عندنا معارض، عندنا رقابة. من المفترض ان انا خلال الايام اللي جاية، انا النهاردة حتى يعني كنت بقول قبل مداخلة حضرتك ان سوبر ماركت او ثلاثة سوبر ماركت في نفس الحي السكني بيبيعوا نفس السلعة لنفس المنتج بنفس العلامة التجارية بسعر من 49 جنيه ل 60 جنيه، هل من المنتظر ان احنا نشوف ما نشوفش الحاجات دي تاني؟ اكيد 100%. ايه الضوابط؟ ايه الضوابط؟ وما انا بقول لحياتك بالنسبه للاسعار داخل المعرض، انا بجبر التاجر يحط لي السعر قبل المعرض، يعني قبل وبعد، عشان اعرف ايه ميزه اني انا اعمل له معرض واعمل له مكان واديه له بدون مقابل علشان يبيع للمواطن سلعه احسن من اللي بتتباع بره. وبالتالي على فكره المعرض ده معرض كبير مش صغير. أيوه. يعني في حوالي 65 جناح، ما يقرب من 65 شركه فيهم من شركات قطاع شركات القبضه، وفي تجار كبيره وفي مصانع كبيره، يعني الناس كلها بتستفيد من الكلام ده. فبالتالي طالما هو انا بوفر له المكان وبوفر له كل حاجه من اناره من يعني بيجي يستلم المكان على اساس يوصل للمواطن البسيط السلعه بسعر كويس جدا. طيب حيث كنت سالتني على المواعيد، المواعيد حاليا من 10 الصبح ل 10 بالليل 12 ساعه من 10 ل 10 12 ان شاء الله في رمضان هتبقى من 11 ل 11 تمام كده. طيب معلش برضو خليني باستثناء الكنترول اللي معمول عن السكر عشان الأزمة بتاعته لحد ما تتحل، أنا النهاردة فكرة إن الناس تجيب كميات، هل محددة كميات للناس؟ يعني مثلا اللي بتلاقيه مثلا لا إزازة السكر أرخص 10 جنيه فيقوم واخد سلعة أزايز 10، هل ده برضو المعرض مقنن كميات للناس؟ طبعا طبعا، يعني السكر بياخد 2 كيلو سكر، الزيت مش هيقولها عايز كرتونه ولا كرتونتين، مش هينفع. يعني شركات كبيره اللي بتبيع ومصانع كبيره فلازم الكل يستفيد من الموضوع ده، يعني في حاجات يعني زيت ازازتين زيت، سكر 2 كيلو سكر، 2 كيلو رز كده. يعني هي القصه بس ان احنا مع احترامنا لكل العاملين في كل المعارض ما يبقاش حد عارف حد معرفه فيقول له من عجب اديني حاجه زياده اديني حاجه ان شاء الله. لا 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 ده مش هيحصل ان شاء الله يعني. احنا كل ده ده كله عايز كنترول. طب هو ده بقى ده يوديني يعني للسؤال المهم لحضرتك، التعامل مع الانتهازيين والمستغلين والمخالفين كيف يتم خلال هذه المرحلة؟ طبعا هو اكيد في كل موضوع هتلاقي يعني ما هتلاقي اللي هو خارج ده احنا بنحجمه وبنقلله بقدر المستطاع. يعني طالما شايف انه في كنترول كويس وشايف انه في رقابه وفي صرامه ان شاء الله ما يعني احنا ما رصدناش اي تجاوزات
كتيرة خالص، تمام، حاجات بسيطة قوية. تمام. وختاما من خبرة حضرتك تقول ايه للمستهلك المصري والمواطن المصري في التعامل مع السلع في هذه المرحلة؟ ان شاء الله انا بطمن كل المواطنين، ان شاء الله المواطن هيلاقي سلعته في الفترة اللي جاية في انتعاشة كويسة جدا، الاسعار هتنزل. انا باكد لك انه الاسعار في مثلا في العمرانية في نفس المكان بره قلت لما المعرض ده اتعمل، ده طبيعي الاسعار نزلت طبعا. فان شاء الله الايام اللي جاية هتتوالى الانفراجة وهيبقى في اسعار كويسة جدا وفي متناول كل الناس ان شاء الله باذن الله يا رب. استاذ السيد زغلول امين صندوق غرفة الجيزة التجارية، بنشكر حضرتك، كل سنة وحياتك طيب ومزيدا طيب من المعارض ومزيدا من النجاحات في ضبط الاسواق، وكل السادة المشاهدين طيبين وكل مصر بخير ان شاء الله. امين امين يا رب. دي كانت المداخلة بخصوص هذا الموضوع. خلوني ارجع مع حضراتكم لسؤال الحلقة اللي احنا قلناه في الاول ونشوف بعض الردود. استاذ لطفي بيقول يعني لو بقى ثبات في السعر حاليا يبقى حلو برضو، لكن لازم يكون في اهتمام بانشاء مصانع وتقويم الاقتصاد بطرق مدروسة، مش مجرد انفراجة يعني مسكنات. كلام رائع وعلمي وواقعي فعلا يعني. أستاذة نادية بتقول بنطلب من ربنا عدم زيادة الأسعار حتى لو كانت الأسعار ثابتة لمدة معينة نفس وبعدين تنخفض، برضو نفس الكلام، بتأكد على نفس الكلام. النهاردة أستاذة إستر بتقول النهاردة الأسعار مرتفعة جدا، حاجة بقى بتقول لنا الفراخ ب 105 هي مش قايلة فين المنطقة، السمن الصناعي 180، البيض بيبيعوه 180، الأسعار دي في فيصل، دي أسعار النهاردة. طيب إحنا بنتكلم على معرض في الجيزة، حضرتك روحي المعرض وبرضو لو في حاجة حضرتك بلغي وشوفي وقولي، لأن احنا برضو يهمنا ان احنا نبقى على أرض الواقع. يعني حضرتك في فيصل واحنا لسه كنا بنتكلم عن معرض في الجيزة، جربي تروح. انا عارف ان ممكن المعارض يكون فيها زحمة بس اهي يعني زقة، بس كويس برضو ان احنا بنكتشف ان لسه في مناطق فيها، طبعا زي ما بنأكد ونقول مش في يوم وليلة ومش في كل المناطق. أستاذ مينا بيقول أعتقد أن هذا الموضوع محتاج رقابة شديدة، أنا موجود في الشارع بمجرد نزول أي حملة جميع المحلات تغلق لأن بيكون عندهم علم بكده. أيوة اقفل يا ابني المحلات، لم الحاجة جوه، قفل أصل في حملة نازلة. هم بيعرفوا، عارفين بيفكروني بإيه بتوع الحملات زمان في الأفلام العربية، أفلام العربية القديمة يقولك يكون في جريمة بتتم، أي جريمة في أي حتة، فنسمع سيرينة البوليس قبل ما تيجي، يا البوليس جاي يلا نجري. طب وليه شغل السيرينة يعني بقى دلوقتي؟ يعني ليه الناس دي تعرف؟ مفروض الناس دي اجهزه رقابيه بقى، كانت مباحث تموين، كانت اي جهاز رقابي بينزل. هو ليه، هو مين اللي بيعرف الناس دي ان الناس دي نازله؟ انا عايز اعرف بس مين السريده اللي بتطلع الطلعه دي عشان الناس دي تنزل وعشان الحملات دي تبقى ايه زي ما راحت زي ما جت. مازال الاحتكار موجود استاذ محمود، ومفيش حاجه رخصت بدرجه يعني. برضو ده أستاذ محروس. أستاذ إبراهيم السيسي بيقول تعالوا شوفوا الأسعار في البحر الأحمر في سفاجة، مفيش حاجة سعرها بيعلى وبيرجع تنخفض تاني، ده أستاذ أوسى عادل. أستاذ هاري بيقول الأسعار هتنزل فترة مؤقتة وبعد العيد، الخوف من زيادة الأسعار إن شاء الله ما يكونش فيه مع الإجراءات اللي هتاخدها الدولة. أستاذ سامر بيقول أنت بتقول السلع بترخص ونفس السلع اللي بترخص بتختفي وكل ما نروح حد يقول مش موجودة. أنا مع حضرتك فعلا ده بيحصل، مفيش أي انخفاض لما بشتري حاجة. أستاذة نبيلة بيضربها على الجهاز يقول غليت، وده اللي بيحصل. أستاذة جاكلين بتقول معلش أنا كنت النهاردة في منفذ بيع القوات المسلحة واللبن الأسبوع اللي فات كان ب 35 والنهاردة ب 43 ونص كيلو الفول المدمس ب 38 في أحدى منافذ القوات المسلحة. برضو ده الناس اللي بتقول لنا هذا الكلام، ممكن المنافذ والحاجات دي يكون لسه متسعرة على الحاجات القديمة. نتمنى برضو ان احنا نشهد انخفاضات في حاجات بيبقى مبالغ فيها وفي حاجات متسعرة، سواء بقى محلات بقالة، منافذ، معارض، الكلام ده كله نشوفه خلال الفترة الجاية. نرجع تاني لبروتين الغلابة، السمك اللي ما كانش عارف ياكل لحمة او مش عارف يكمل الشهر لحمة وفراخ بيجيب سمك. ونتكلم بقى على السمك، ونتكلم على 14 بحيرة عندنا في مصر، ونتكلم على البحر ده. حصة جغرافيا أنا عارف أنتوا حافظينها أكتر مني، لكن ليه السمك غالي؟ ليه يحصل أزمة في حاجة أنا بصطادها والدولة طورت بحيرات وعملت مشاريع وي 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 وحاجات في منتهى الجمال، بدل ما السمك ينزل يعلى؟ هنعرف الأسباب دي، هنتكلم فيها مع ضيوفنا اللي مشرفينا بعد الفاصل في فقرة مهمة جدا. اوعوا تروحوا أي حتة واستنونا.